أراد أن ينتقم من شخصية فرافير العجيب فتخصص في الرسوم المتحركة وعشقها. يؤمن بأن الطفل لديه طاقة إبداعية متفجرة، ولذلك خصص معظم أعماله له. إنه فيلسوف الرسوم المتحركة الأستاذ الدكتور عيد عبد اللطيف. ولد عيد محمد عبد اللطيف في 4 يونيو من عام 1960 في حي شبرا بالقاهرة. حصل على دكتوراه في الفلسفة في تاريخ الفيلم من جامعتي حلوان وميونخ عام 1996، بينما في الفترة من عام 1993 وحتى عام 2001 حصل على الدبلوم في العليا للفنون من أكاديمية الفنون الجميلة ميونخ، وفي عام 2007 كان أستاذ مساعد في فلسفة الفيلم. يجيد الدكتور عيد عبد اللطيف العديد من اللغات، درس دراسات حرة عديدة في دول مختلفة، منها مدرسة الرسم الحر بروما. وقام الدكتور عيد عبد اللطيف بإنتاج وإخراج أفلام لجهات مختلفة على مستوى العالم، منها 8 أفلام بالرسوم المتحركة القصيرة و6 أفلام روائية قصيرة وعدد من الإعلانات. شارك في العديد من المهرجانات الدولية كمهرجان القاهرة السينمائي الدولي لأفلام الأطفال، والمهرجان السينمائي الدولي سين كان في هولندا، وشينا في الهند. حصل الدكتور عيد عبد اللطيف على العديد من الجوائز، نذكر منها جائزة الإبداع للشباب في الجرافيك من وزارة الثقافة في ولاية بافاريا ميونخ ألمانيا، شهادة تقدير من المهرجان السينمائي الدولي بالفيوم مصر، وجائزة لجنة التحكيم الخاصة لمهرجان الفيلم شينا إنديا بالهند عام 2008. كان الدكتور عيد عبد اللطيف عضو في العديد من لجان التحكيم، نذكر منها المهرجان الدولي للراديو والتلفزيون، اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري، مهرجان دبي الدولي للرسوم المتحركة دبي، وفي عام 2010 كان عضو لجنة التحكيم الدولية لمهرجان القاهرة السينمائي للأطفال ومهرجان بريجينيس في ميونخ في ألمانيا. الدكتور عيد عبد اللطيف هو صاحب فكرة إنشاء قسم الرسوم المتحركة في كلية الفنون الجميلة بجامعة المنيا منذ عام 1997 وحتى الآن، وهو المشرف على 112 فيلم للرسوم المتحركة القصيرة و37 برنامجا للأطفال و45 برنامجا لمعهد الإذاعة والتلفزيون.